عموما مشاهدينا، لقب لقب بأبو الفنون لأنه يؤثر بالعالم كله، ولأن الكلمات كلها تجتمع فيه، والكويت من الدول اللي كان لها دور كبير في ترسيخ قاعدة المسرح. لذلك كان المسرح الكويتي دور بالعملية السياسية من خلال الأعمال اللي قدمت على خشبة المسرح الكويتي. اليوم راح يكون معنا الفنان القدير جاسم النبهان، وأيضا الفنان القدير عبد الإمام عبد الله، وحديث ذو شجون عن المسرح السياسي بعد هالفاصل. يا أهل الديرة، بتكلم بهدوء وبعقل من غير عنتريات ومن غير حكي لا يودي ولا يجيب. بتكلم الوجه بالوجه، ما له شغل بالحكومة ولا بمجلس الأمة. اللي قاعد يصير في الديرة يا أبو عباس شيء مخيف، شيء يخرح، شيء يجنن. والله يا أبو عبد الله، أنا قلت عقب الانتخابات بتهدأ الأمور وتستقر، أشوف الأمور زادت وكبرت وتفاقمت. وكل يوم بتزيد وبعد بتزيد إذا بنسكت عليها. اتضحت الأمور، اتضحت الأمور يا أبو عباس. تقاسموا لك هالوزارات والدوائر والمؤسسات والشركات والبنوك، وصارت هالدائرة تابعة للحزب الفلاني، وذيك الدائرة تابعة للحزب الفلاني، والناس اللي مو محسوبين على الحزب ضايعين. هدا اعصابك. لا لا ايش حق الصراخ؟ ليش الصراخ؟ ليش ماكو داعي للصراخ؟ وانا عمك ماكو داعي، كل شيكم بصراخ. الله يهداكم، كل شيكم بصراخ. ما يجوز، ما يجوز خطبة الجمعة في المنابر في بيوت الله بصراخ. استغفر الله. بترشدون الناس بالتلفزيون بصراخ، بالإذاعة واحدكم بشق الراديو يطلع، ما يصير يبا. استاذ حامي. نعم. استاذ حامي، الله صار عنا أربع صفحات ونص دينية وكلها عم تشتم بعضها بعض، ومنا قادرين على تهدئتهم. لا فينا نكلم الفئة هيدي ولا فينا ننصح الفئة هيدي، وأنا بحذرك هيدي كتير كتير عاقبتها سيئة. هذا هو المخطط اليهودي، قالوها في بروتوكولات حكماء صهيون، وسووها في الضفة الغربية بعد هزيمة حزيران. قالوا في البروتوكولات لازم نلهي الشعوب في الركض ورا الجنس والذهب، وسووها في الضفة الغربية بعد هزيمة 67. الحكومة ايه؟ ارصدت 100,000,000,000 وهذه 6 مكاين وصلت المينة امس. السر عندكم بلا مانع يا جماعة، 6 مكاين وصلت المينة امس. مكاينة يا جماعة، السر عندكم بلا مانع، مال طبع النوط الجديد. نوط جديد؟ بعد اسبوع بيطلع نوط ب1,000 دينار، لكن يقولون لك هالطوله. حكومتنا واعيه وسكوتها مو جبن، سكوتها تروي وحكمه، وكل مواطن وكل مقيم على هذه الارض يشجب هذا الاعتداء السافر. بلا شك هذا مخطط امبريالي، وامريكا قاعده تلعب دور رئيسي فيه، واحنا بدورنا نشجب هذا الاعتداء على ناقلات النفط. ووجهه نظرنا للقضايا المصيريه معروفه. قضية ضرب الناقلات مثل ما احنا نفهمها هي جزء من قضية الحرب في المنطقة، ولذلك من الأفضل تقييمها ودراستها بصورة جدية، واحنا بدورنا نشجبها بالشدة عملية الاعتداء، لأن هذا اعتداء على جزء من بلدنا اللي ما نقبل فيه أي تخاذل. نعم. روح راجع الوزارة. ما راجعت الوزارة وقالوا لي ما يصير. أكيد أكيد معاملتك مخالفة القانون، ومدامنها مخالفة القانون عشان كذي ما مشي. يبا انت مو قانون، انت وقعها والقانون علي. انا ما اقدر اخالف القانون وهذا الشيء ما يصير. يبا توقيعك يمحي القانون، والله يمحي القانون، بس وقعها. قلت لك هذا الشيء ما يصير وانا ما اقدر اخالف القانون. خلاص كذي. ها اي كذي. هاك كلمه يعني كلش خلاص، بس على هالمعامله صارت ما يصير. ها ترى انتوا اللي تحدونا نصير معارضه. إذن الفنان القدير جاسم النبهان وأيضا الفنان القدير عبد الإمام عبد الله هم ضيوفنا لهذا الموضوع المهم، المسرح السياسي. حياكم الله مرة ثانية. وهل فعلا المسرح السياسي بالكويت اختفى ولا فقد هويته؟
أولا رحب فيكم، حياك الله، ونشكركم على هذا اللقاء، وإن شاء الله يكون لقاء يعني دم خفيف، ولو بنتكلم مثل ما تفضلتوا عن المسرح السياسي، لكن إن شاء الله يعني متقبل عند الناس. أكيد. تفضل بطلع. مساء الخير. مساء النور. المسرح السياسي موجود، لأن المسرح السياسي يعتمد على الكاتب، الكاتب المثقف، الكاتب اللي يحمل هم الجمهور. المسرح السياسي لم يبدأ بالثمانينات. المسرح السياسي كل عمل كتبه عبد الرحمن ضويهي رحمة الله عليه، رحمة الله عليه، كان فيه جانب من السياسة، قد يكون السياسة الاجتماعية، سياسة الدولة الاجتماعية أو الاقتصادية أو حتى الدولية، أو العلاقات مع الآخرين، أو التيارات اللي موجودة داخل البلد ونتكلم عنها، كان يتكلم عنها عبد الرحمن ضويهي. لكن بعين الفاحص هي عند عبد الأمير التركي، الله يمن عليه بالشفاء إن شاء الله عادل ويرجع لنا. عبد الأمير عنده أعمال واقفة إلى الآن، صحيح، عنده أعمال واقفة وما نفذت، ما نفذت، موجودة. نعم. بعضها صار عليها خلافات ووقفت، والبعض تم تنفيذه كمسلسل تلفزيوني اسمه الاعتراف، موجود بتلفزيون الكويت. نعم. ما نعرض، ما نعرض. هذا أتمنى أن يطلع. هذا العمل كان في 2002. في 2002 كان يتوقع الكاتب الأزمة العالمية الاقتصادية في 2008. الله. هذا الكاتب الذكي، الكاتب اللي يحمل فعلا هموم المجتمع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والعلاقات الدولية والعلاقات العربية كلها كانت في هذا العمل، أي عمل من أعماله. فإحنا محتاجين هذا العمل اللي يعني يحمل هم شرائح هذا المجتمع بنفس الوقت. يعني لو شفنا دقة الساعة، دقة الساعة فيها شرائح عديدة، صحيح، من الشرائح المؤثرة في المجتمع الكويتي، لكن كلها كانت يعني اللي يضمره بالداخل ان هذه الشرائح من اجل التلاحم اكثر وليس من اجل الفرقة. طيب، يعني كان طلال تقول ان الكاتب هو المفقود او النص هو المفقود، صح، تتفق ويا هو طبعا اساس، خليني اقول لك اساس كل عمل الكاتب، سواء عمل سياسي، عمل اجتماعي، عمل كوميدي، الاساس الكاتب. الكاتب هو مثل ما تفضل بطلال، هو اللي يفرغ ما في جعبه هذا الوطن. يعني خليني اقول لك على شيء، مثل قدمنا مسرحيه وايضا كنا مشاركين فيها أنا والأستاذ جاسم النبهان، اسمها حامي الديار. هل تونا حطينا منها؟ نعم. تو يمكن أنتوا استعرضتوا مشاهد. ليش هذا يعني هالمسرحيات هالقديمة للحين بالأذهان موجودة؟ ما هو مثل ما قال الأستاذ جاسم، الكاتب أساس العمل. لما كتب الأستاذ عبد الأمير التركي الله يعطيه الصحة والعافية إن شاء الله ويشفيه، لما كتب حامي الديار كتب مو من فراغ، كتب من واقع سياسي، سمعت تعيش الأحداث مو في الكويت بس، في المنطقة، بس إحنا لازم نتكلم عن بلدنا أهم أو أول شيء، سمعت؟ فالتفريق اللي كتبه السد عبد الأمير لليوم على فكرة، ترى في بعض المعالم السياسية، ما إحنا قالين يعني الأخطاء السياسية، خلينا نقول المعالم السياسية تبي تصليح. كثير من الـ يعني مثلا سياسة الكويت الدولية الحمد لله الخارجية، لكن في أشياء نقول عنها أخطأ ولو كانت خفيفة في البلد، احنا ننتقدها كأعمال. ليش؟ طيب قبل كان أصعب، الحين أسهل. لا لا لا, لا, لا بالعكس، هذه أول أصعب. هذه المسألة كان بهذاك الوقت الرقيب رحمة الله عليه حمد الرومي، الله يرحمه، للسينما، للمسرح، نعم، كان يحضر ويشوف واقع، ما يطرح على خشبة المسرح واقع لا يجرح الأذن ولا النظر ولا البصر. وكل ما يكتب الكاتب وما
يحمل الممثل على خشبة المسرح من رأيي شوفها واقع في المجتمع. فكانت الرقابة في رقابة ذاتية إلى جانب الجرأة في الطرح. الجرأة بالطرح تعتمد على شيء بالنسبة للممثل. أول شيء أني أنا مقتنع بما أقدمه. الشيء الآخر وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم. والمسرحية اللي قدمناها في الشعبي لما أقف أنا على خشبة المسرح أو يقف المرحوم خالد النفيس على خشبة المسرح ويقول مقولته يتحملها هو يتحملها لأن هو حاس بحرقة وهو كذا. لذلك الشخصيات هذه كلها المتباينة اللي تشوفها على خشبة المسرح كلها مقنعة. صحيح. جميعها مقنعة بكل أعمال عبد الرحمن ضويحي. شخصيات عبد الرحمن ضويحي المتباينة هذه كلها كانت قريبة من المجتمع. الشخصيات اللي صنعها اللي هو عبد الأمير التركي كلها قريبة من المجتمع وقريبة حتى من واقع المجتمع وقريبة من هم المجتمع. فالرقابة الحين بطلال أقوى من قبل؟ اليوم مو أقوى. اليوم عفوا وأقولها بصراحة. قولها تفضل. في تأثير من البعض على هذه الرقابة. وهذا التأثير بين من إيقاف الاعتراف. لا اسمح لي خلنا أقول شغله. يعني الرقابة احنا نتمنى ان الرقابة يكون عندها او تعطي المسرح وتعطي الفنانين مساحة من الحرية علشان نقدر نتكلم نطرح قضايانا. انت لما تطرح قضية معينة هدفك منها الإصلاح. يعني انت ما قاعد تشهر والله انا اقول الوزاره الفلانيه مثلا خلينا نتكلم. انا نشوف مسرحيات هالايام يتكلمون ماخذين راحتهم. اسمح لي ابو محمد خلينا اقول لك انت تتكلم شنو ماخذين راحتهم اليوم. قول لي المسرح السياسي وينه؟ مو موجود. انا اتكلم براحتي والله انا اقول لك لا انت من شنو لا وجهك كذي. لا اسمح لي هذا عمل مركون. عندي تساؤل. هل تعتقدون ان السبب هو عدم تقبل المواطنين حاليا للنقد الموجه؟ لو مثلا تم توجيه النقد لشخص معين او لفئه معينه لطائفه معينه تلاقي الكل يقوم بالوسائل التواصل الاجتماعي ويرفض هذا النوع من النقد. لا احنا عفوا ابو طلال كلامك ما يطول خير. احنا لما نتكلم اولا ما نتكلم عن طوائف او عائلات او صحيح. احنا نتكلم عن مجتمع بالضبط. كامل نعم. باخطائه بسلبياته لكن في تجمعات في احزاب بالضبط. هذا الشخصيات هذه نعم. اللي على خشبة المسرح تمثل قطاعات في بالضبط. هذا المجتمع طبعا. او شرائح في هذا المجتمع. حلو. فما نقول احنا فلان والله طيب انا عندي اقتراح كذا قبل اجابتكم الحين اول شيء بس خلينا نشوف هالتقرير لان احنا رحنا نزلنا عند الناس وقلنا لهم وين المسرح السياسي ايش رايكم فيه. خلينا نشوف الناس اليوم ايش قاعد يقولون عن المسرح السياسي. نشوف هذا التقرير ما في مانع. المسرح اول هادف تناول قضايا الامه قضايا المجتمع يقدم حلول يطيح على المشكله يعني يؤشر على المشكله. اما المسرح الحين مجرد نكات استهزاء بالناس يعني اكثر غيبه يعني صراحه غيبه. الفن كله يعني هبط ونزل مستواه. الان يعني المسرح ما يعالج قضايا مجتمع ولا يعالج قضايا فيها ثقافه. الان المسرح الان يعالج وين الضحكه تافهه. وهذا اعتقد في نزول الفن ما بين في السابق. بالعكس اي قضيه مجتمع او اي انسان يحس انه يعاني من قضيه داخل الكويت او قضايا برا في دول الخليج الان كان الفنان نفسه يبدع يوصل هذه الرساله سواء حق حكومته او حكومات ثانيه يعانون حتى ينزلون للشارع يعرفون قضاياهم. تختلف وايد الحين. تيالي قبل كان فيها يعني كان فيها فائده كان فيها يعني قيم مثل الحين تيالي يعني الربح السريع والماده طغت على كل هالاشياء هذه. يمكن الراي اللي احنا قلناه هذا التقرير بالعكس وهاي كانت اراء الناس. لكن بالمقابل في ناس اخرى لها رأي آخر أن مثل ما يقولون الجمهور عايز كده. الجمهور يبي مسرح مثل المسرح الموجود حاليا ونسى المسرح السياسي. الآن اللي قاعد يصير هي
إذا صح التعبير بالمنطق هذا اللي بقوله، هرطقة مسرحية ما هي مسرح، هذا مو هو مسرح. المسرح هي مرآة عاكسة لما للظروف اللي مر فيها المجتمع. المسرح هو عنوان هذا المجتمع، عنوان ثقافة أحوال المجتمع كله. فالمسرح اليوم من يدخله ويشوف هذا لا يفقه. أنا على سبيل المثال، احنا في الستينات وفي السبعينات كنا متواصلين تواصل تام مع المسرح العربي. يعني في ذاك الوقت يعني إذا كنا نقدم مسرحيات ما يقدم في مصر احنا نقدمه. يعني للكثير من الكتاب، محفوظ عبد الرحمن، يعني مغامرة رأس المملوك، في مغامرة رأس المملوك، في مغامرة رأس المملوك قدمناها ويدري بطلان في مصر. وكان في الفندق معانا أمريكان، دعيتهم أنا ما أدري منهم واحضروا، كان الدكتور زكي رحمة الله عليه موجود، وكان رحمة الله عليه زكي طليمان حمد رجيب موجود، وكانوا كل فطاحلة المسرح موجودين، المصري موجودين. قدمنا المسرحية مدتها 3 ساعات تقريبا وثلث، اللي يم الدكتور زكي طليمات كانت كارين شنايدر ممثلة في اللي هي الأمريكية هذا اللي ما عرفناها، كارين شنايدر في ممثلة في ماي فير ليدي، في سيدتي الجميلة الفيلم هذا العمة كان دورها. يقول لها أستاذ زكي فهمت شيء؟ قالت فهمت كل شيء، كذا وكذا 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 وكذا، هذه المسرحية ولا تعرف عربي. وتقدم والمسرحية تقدم بالفصحى ترى. شوف تأثير المسرح خلاها تتابعنا وتطلع من مصر إلى بريطانيا وتروح المكتبة البريطانية هناك وتقول لنا جاتنا المسرح الشعبي. قالت أنا جايبة لكم هدية، أبناء السندباد لإيلن فاليرز، الرحالة الأسترالي اللي طلع مع علي النيدي رحمة الله عليه برحلة من مالندي في الصومال إلى الهند إلى عدن إلى الكويت. شو هذا تأثير المسرح. وبعدين أقول لك شغلة، يعني بالنسبة للمسرح السياسي خصوصا، يعني نتكلم عن المسرح الشعبي اللي احنا أعضاء فيه أنا ويا أخوي جاسم وحتى المسرح الأخرى، لكن أنا بتكلم عن مسرحنا احنا. بالنسبه لنا المسرح السياسي ترى ما انقطع. انتوا اكثر مسرح قدم، اكثر مسرح قدم مسرح سياسي احنا. صحيح. مغامره راس المملوك، المتنبي يبحث عن وظيفه، يمكن ما اذكر لازم ضويحي الله يرحمه عبد الرحمن الاستاذ عبد الرحمن حرام اخر موديل. حتى في رزنامة تلقى السياسة موجودة، حتى في اصبر وتشوف فيها، حتى المسرحيات، حتى كازينو معمبر فيها، كازينو معمبر فيها. فأقول لك يعني احنا الحمد لله المسرح السياسي كان يعني ما نقول بدمنا، بس نقول من اتجاهاتنا هو تقديم المسرح السياسي. حلو. شايف؟ حلو. المسرح السياسي عبارة عن ايش يا ابو محمد؟ عبارة عن واقع يلامس حالة المواطنين. طيب. حالة الدولة. شايف؟ فإحنا دائما بأعمالنا الحمد لله نطمح إلى الأحسن. نعم. أنا ودي الكويت أحسن دولة في العالم. إيه؟ كلنا والله صج هذا والله العظيم ديرتي ودي أحسن دولة في العالم. صحيح. فأنا لما أنتقد شيء مو معناته أكرهه. فاقدين هذا المسرح. فاقدين. خل أقول لك أنا السببات، أقول لك السبب. السبب المجلس له دور في مجلس الأمة. إيه. لأن اللجنة الإعلامية أو اللي تختص في هذه مسحت شيء اسمه فن وأدب وأدب. لذلك المرحلة هذه من بالذات التسعين إلى يومنا هذا للأسف المسرح في تردي، الحالة الأدبية، الحركة الأدبية في تردي، كل هالأمور هذه، لأن الاهتمام قل بهذا الشأن. شنو كان نوع الاهتمام اللي يقدم؟ كذلك المسرح المدرسي اللي مسح من هذاك الوقت. نعم. مسح بتأثير من لا أعلم وقد نعلم تأثير من اللي أثر على أن المسرح المدرسي هذا ينشال. لا، المسرح المدرسي مهم، المسرح المدرسي صقل لموهبة. ممكن طلع وطلع المسرح المدرسي طلع نجوم. صحيح. طلع نجوم وثقافة وقراءة. والمسرح
مستمر، أي إنسان مسرحي مستمر بالعطاء، مستمر بالقراءة، مستمر بال... طيب أنا نتمنى بعد قليلة. نتمنى تكملة لكلام أخوي أبو طلال، نتمنى أن الرقابة تحد من رقابتها علينا. طيب إحنا أبو طلال راح نحدد كل المسببات اللي قلتوها ما بين النص والحين مجلس الأمة وبعدين رقابة، لكن أيضا أحيانا يقول أنه في بعض إذكاء للنعرات الطائفية. خلينا نشوف هذا اللقطة وإن كان فعلا فيها إذكاء للنعرات الطائفية ولا لا. خلينا نشوف هالتقرير. لا يضحكون عليك ويقولون لك وسط وتقدميين ومستقلين واشتراكيين، المسألة واضحة، وإذا إحنا منتكاتة قول علينا السلام. ترى يكون بعلمك كلهم قاعدين يشتغلون ضدنا وبيفرقوننا وبيعطونا الفرصة للأقلية إنها توصل للمراكز القيادية بالاتحاد، ساعتها قول علينا السلام. لا تحاول عبدالله، صدقني أنا أخجل من نفسي لما أتكلم وياك في هالمواضيع. خيب ظني يا ناصر. هذا هو رأيي. ورأيك منعك صوت لنا مسألة ضمير. وضميرك ضدي؟ ضمير مع الصالح. وبنظرك أني ماني صالح. المرحلة اللي نمر فيها صعبة ومحرجة وخطيرة، ولازم نفكر في مصلحة بلدنا بالدرجة الأولى. المرحلة هذا ما تتحملكم يا عبدالله ولا تتحمل حتى أفكاركم. أرجوك لا تحاول أنك تغير رأيي. بعد كل هالتعب معك يا ناصر قدروا يغيرونك؟ هذه مؤامرة ضدنا، مؤامرة. أنا اللي قاهرني شيء واحد، شلون قدروا يأثرون عليه وأنا مستلم استلام من البيت للجامعة ومن الجامعة للمسجد طول الكورس اللي فات، ما قدر يفلت مني. غيروه الله لا يبارك فيه. وأنا ما طلبت منك تغير رأيك ومبدئك، أدري فيك تقدمي وأدري فيك خرقان بالتقدمية. أوقف معانا يا حسين وخلك على شغلك، مو المهم نتفق بالرأي أو المبدأ، المهم نتحد، والشيء هذا يتعلق بمصيرنا. عباس أنا أرفض مبدأ التفرقة. صدقني ما يطلع ولا واحد فينا. مو مهم في المرحلة هذه بالذات، مهم يا حسين. المهم عندي أني أقدر أشارك وأقدر أوصل الإنسان لعبي المراكز القيادية، المهم عندي أني أعمل بحب وإخلاص وأشارك في بناء نهضة بلدي بصدق وأمانة. مع الأسف انتهينا بالدي، وحتى لو أدى الأمر لنهايتنا كلنا، المهم هالأرض تبقى ما تنتهي. أشوفك متملل، ما أنت مرتاح من وجودي معاه؟ أنا ماني مرتاح من الصمت اللي بيننا. ويمكن يكون الصمت أجدى وأنفع من الحوار بيننا، لأني متأكد مهما طال الحوار بيننا ومهما طال مهما حاولنا تقييم وجهات النظر، ما أعتقد نوصل إلى نتيجة. لأنك ما حاولت تجرد نفسك من التعصب. ولا أنت؟ هذا مجرد اتهام تحاول تلصقه فيني. عباس، لا نقعد نلف وندور، إحنا الاثنين معترفين بواقع الخلاف اللي بيننا. عمر الخلاف في الرأي ما أفسد للود قضية. أنا معاك إن الخلاف بالرأي لا يفسد للود قضية، لكن الخلاف اللي بيني وبينك مو نابع من رأيي ورأيك، الخلاف اللي بيننا خلاف متوارث له جذور عميق عبر التاريخ، فمجرد التفكير في النقاش فيه ومحاولة الاتفاق في الأمور الجوهرية عبث. أنا شخصياً أسميه عبث. وشنو عقيدتكم يا عبد الله؟ الإسلام. الإسلام؟ نعم الإسلام. وأبوك بونياني؟ لا حول. وانت ابوك ابو عبد الله الرزبوتيني؟ قلنا اسلام والحمد لله متمسكين باسلامنا وعقيدتنا وايماننا، ولو انتم متمسكين باسلامكم وعقيدتكم وايمانكم ما تفرقتوا، صرتوا احزاب تطاحن وتصارع، احزاب تلعب فيها ايدي خفيه من كل صوب، انتم تدمرون البلد وتدمروننا. الاسلام مو كذي، الإسلام وحدة، والإسلام تكاتف، والإسلام أخوة، والإسلام محبة. حبوا هالأرض، حبوا التراب اللي تمشون عليه، يزيد إيمانكم وتزيد عقيدتكم. ترى عمر الطائفية ما وصلت إلى بر الأمان، ولا ثوب الطائفية ملبوس له، وبسكم عاد، بسكم من التطاحن والتناحر، بسكم إلى متى؟ هذا المشهد أعتقد لو نفسه تمثل في الوقت الحالي، هل راح يكون ردة الفعل نفس الوقت اللي نعرضت فيها المسرحية؟ هو يمثل هذا المشهد، يمثل الوقت الحالي، الوقت طبعا من 86 أظهرت طائفتين أو شريحتين في مجتمعنا، وهم قاموا يتنازعون فيما بينهم. هذه صورة اليوم،
لكن لما نشوف الصورة الأولى موجودة هني بعد المسرحية. في نفس المسرحية اللي هي مشهد المطر، هذا كان مشهد المطر أيام هدامة، شلون كلهم المجتمعات الوحدة الوطنية اللي كانوا هم يتبتعون فيها في هذاك الوقت، ماكو هذا سني هذا شيعي هذا لا 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 لا، ولو تشوفين المشهد اللي احنا تو الحين حطيته المشهد، احنا كفنانين مو بس اللي في المسرحية، انا اعتقد فنانين الكويت كلهم يرفضون التناحر في الطائفية. ليش؟ لان احنا شعب واحد، انت كويتي سمعت، حب الارض، حب تراب الارض هذه، حب هذا الشعب، اخلص لهذا الوطن، سمعت، انا ما لي شيء اقول فيك انت شيعي ولا سني. نعم، حتى هذا انت عبد ربك مثل ما تبي، الله سبحانه وتعالى هو اللي بيحاسبك يوم القيامة مو انا. حتى هذا الافراز الفكري من الكاتب او منا احنا، هذا الافراز الفكري يدعو الى ماذا؟ الى ما تفضل فيه اخوي ابو طلال، الى الوحده الوطنيه، الى الحب، الى الى حب هالارض هذه. يعني مثل ما تفضلت في حديثنا اثناء المطر، وهو وكان هدامه سيل، يعني مو سيل سيول، وهذا اذا هذا خطر جاي على البلد. التحموا كلهم يميع، وحدث هذا ايام الغزو الغاشم. لا، واحنا بينا في المشهد نفسه ان واحد يشيل عيوز مي قادرة تمشي، يشيل طفل، يشيل ريال شايب، يودي، ليش؟ هذا التلحم. صور المهم ان الكاتب موجود، وكاتب لا شك انه غيور على بلده، غيور على مجتمعه، غيور على المسرح بنفس الوقت. إذن النص موجود، شنو اللي ناقص؟ الممثلين موجودين، موجودين، إتاحة المجال لهذا النص كي يعرض على خشبة المسرح. دراما التلفزيونية خذتكم المسرح؟ لا، مو تقول خذتنا، يعني أغلب لنف تعبها أقل. لا لا لا، مو أنت، أغلب ما يعرض علينا الآن، يعني أنا بالنسبة لي ما أتكلم عن غيري، يعني يمكن أتكلم عن أخوي جاسم، يعني أنا وبالنسبة لجاسم، حتى العمالقة اللي موجودين اللي أعطيهم صحة طولة العمر، زين، مثل الأستاذ إبراهيم صلال والأستاذ سعد الفرج وغيرهم، وعدنان الله، زين، وبعدنان الله، يعني لازم يكون السلامة. آمين يا رب العالمين. لازم يكون فيه شيء يشدك، المسرح خصوصا المسرح، يعني بعد ما نقدم هذه الأعمال الكبيرة، أتي اليوم تقدم أعمال، يعني عفوا أنا بضحك الناس على حسابك يا أبو محمد ولا على حساب زميلي ولا هذا اللي نرفضه. يعني في ما في مجال ينعاد المسرح الحلو هذا؟ لا ينعاد، لا في مجال، عندنا كل العناصر القوية من بينها، احنا على مستوى العالم ترى احنا اخترقنا الأسوار الزجاجية المبنية حولنا. عندنا سليمان البسام عمل أكثر من عمل، عمل مؤتمر هاملت وفازت الكويت بجائزة المسرح العالمي في مؤتمر هاملت، عمل ريتشارد الثالث قدمناه في بريطانيا 12 عرض على مسرح شكسبير، على مسرح سوان ثياتر في ستراتفورد، قدمناه وشافوه بشيء آخر، يعني المفردة عربية، الطرح اللي طرحه عمل لشكسبير، وهو شلون حول هذا العمل الى قضيه فعلا عربيه. قدمنا في 12 عرض في بريطانيا، خمس عروض في ثلاث عروض في واشنطن، خمس عروض في نيويورك، وجمهور في باريس 12 عرض، في اثينا عرضين، في سوريا ست عروض. وبالنسبه للمسرح ترى الشعبي، انا عضو في الشعبي، انا وطالع المسرح الشعبي الوحيد اللي اول ما قدم في بريطانيا المسرح الشعبي. نعم، متى هذا؟ احنا بنتكلم، احنا ما نتكلم عن الماضي، لا قاعد اقول لك، يعني شوف احنا يعني مو بس الجمهور العربي، الجمهور العربي اللي كان متابعنا، لا احنا وصلنا الى العالميه، نقدر نقول وصلنا المسرح الكويتي من خلال المسرح الشعبي إلى العالمية. إذا أردت إن شاء الله أقولها صراحة، أقولها لأني أنا غيور على المسرح، هي من تغيرت إدارة المسارح في التابعة لي المجلس الوطني للثقافة والفنون والأداب، تغير الشخوص، تغيرت الأيديولوجية كلها. يعني الرغابة بتقول بطلع، هم مالكم شغل، ما لهم شغل فيكم، لا الرغابة، لا لا، هو يقصد الأشخاص اللي يمسكوا الإدارات،
شمامهم بالمسرح وعطاهم لهذا. لا مو من تغيرت، انا قلت اللي شو تاثر فيكم انتم كمسرح شعبي؟ شو تاثر؟ لازم يكون انا برا لا يمكن اي انسان يشتغل مسرح الا باجازه. الاجازه هذه يا اما تكون من نقابه الفنانين في اي مكان، نقابه الفنانين تجيز ان هذا ممثل المسرح. نعم. المسرح انا احمل كلمه، احمل هم الناس، احمل هم مجتمعي. احنا نقابه ما عندنا، مشكلتنا نقابه ما هذه من زمان. في جميع الدول العربيه والدول العالميه الاجنبيه وغيرها في نقابه لكل شيء، يعني مو بس الفن. في نقابه الا عندنا بالكويت. في نقابه الحين ولا في نقابه؟ غير مفعله. غير مفعله. نقابه اذا 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 نقابه الفنانين يبناهم صدمناهم. فيها دكتور نبيل فلشاوي وفيها على عيني وراسي. وش سوت النقابه من ما ادري عشان سوت؟ بس في قانون، في شيء، في دستور لها، في. طيب ايش كثر المسرح التجاري خرب المسرح باختصار؟ هو الكل يبي يربح، ما نقول لا احنا زين. الواحد يتعب يبي ياخذ اتعابه. لكن ايش كثر الموضوع ان المسرح اصبح تجاري بحت؟ التجاره فيها شرف. ولما انا اقرن المسرح بالتجاره إذا لازم يكون فيها شرف، شرف مهنة. هذا اللي أعرفه، التجارة الشريفة فعلا. لكن هذا المسرح لا، يعني أنا ما أعمم البعض من هذه المسارح، لا لا شك أن فيها موضوع فيها. لكن إذا كان الكاتب للأسف بعيد عن هالأرض هذه. لا أنا بقول شغلة يمكن ما أيد بطلال. لا 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 بطلال بس في لحظة صغيرة. وله من مصاف مثلا لينين الرملي كمؤلف، ولا سعد الله والنوس كمؤلف اللي يحمل هم وهم العالم العربي والمجتمع العربي كله، ولا هم عبد محفوظ عبد الرحمن، ولا هم صقر رشود رحمة الله عليه كمخرج. نعم. سعد الدين وهبة نتناول هذا يعني. شوف المسرحيات اللي احنا جبنا فيها العالم العربي كله، حفلة على الخازوق، علي جناح تبريزي وتابعه قفة. تدري تأثيرها كان في المغرب شنو؟ لما عرضت في المغرب جمهور المغرب جايين يشوفون مسرح كويتي، لما طلعوا من يشوفون المسرح الكويتي، لما طلعوا من المسرح شنو ردة الفعل؟ قالوا كنا نتخيل ان الانسان الكويتي بدوي عفوا بعير وعنده بعير وبيت شعر وريق نفط اللي هو برج نفط، لكن اللي اكتشفناه انه يمارس حقه في ابداء الراي كفنان اكثر من منا احنا ومن العالم الاجنبي، لذلك نصفق له. شو يعني يعني غيرت مفاهيم مسرحيه. شنو كنت تختلف يا ابو طلال؟ لا انا بقول بالنسبه، انت سالت المسرح عن المسرح التجاري. شوف هي الحاله الان للجماهير قصبا عليه يتجه مثلا الى مثل ما تفضلت، اذا كان مسرح تجاري او احنا نسميه مسرح كوميدي. اليوم الاحداث في العالم مسرح الكوميديا مسرح الكوميديا الاحداث في العالم زهدت الناس من حروب ومن كوارث ومن من ف من حق الانسان العربي انه يتجه للكوميديا اوكي، لكن مرافض المسرح السياسي او المسرح الجاد لو قدم طبعا راح يحضر هذا المسرح، ومثل ما تفضل بطلال يصفق على المسرح ويعجب فيه. لكن الان ما دام مثل ما قلت ابو محمد اختفى المسرح السياسي، فالانسان حطهم اثنينهم يم بعض الحين وشوف ها هني تصير المقارنه. لو حطيت انت مسرح سياسي ومسرح كوميدي تشوف الجمهور اي مسرح مقبل عليه اكثر من الثاني. هو المسرح السياسي ان قدمنا احنا ولا قدم محمد ولا قدم محمد صبحي فيه الفرجه وفيه الضحكة وفيه الابتسامة وفيه الهم وفيه وفيه النقد التراجيدي وفيه النقد كل هذا فيه. وهذا كان يتمتع فيه الكاتب الكويتي. لكن اليوم مثل ما قلت لكم إذا النص مو مكتوب فعلا هو من إنسان يعني غيور على هذا المجتمع، عارف مهنته بالضبط شلون يكتب شلون يوصل هالمفهوم هذا. صحيح. يعني عبد الرحمن ضويحي لما كتب مثلا حرم اخر موديل ولا كتب رزنامه ولا شو كتبها من الواقع اللي حاس فيه من هم الناس. بس طلال احنا يمكن كنت تتناقش مع نجله قبل الحلقه على موضوع المسرح، اتفقنا على شغله بان المسرح الجاد السياسي العربي بشكل عام
الأمانة انحدر مو بس عندنا بالكويت اختفى. أو اختفى إيه إيه إيه. فليش يعني هذه هي موجة يعني قومية كاملة لا يمكن مثل ما تفضل أبو طلال إن كثير من الكتاب يعني منهم من مثل ما نقول قضى إذا مشكلة الأولى نص أو الموجود اتجه اتجاهات أخرى غير المسرح السياسي شايف طفح على الساحة شنو الكاتب الكوميدي أو اللي سميته أنت التجاري سمعت طفح يعني الناس مثل ما قلت لك أحداث العالم الهم الكبير اللي قاعد تشوفه في العالم يعني أنت لما تسمع عن كارثة حتى لو مو في الكويت خصبة أكثر الحين لمصر إيه بس وين الكاتب إحنا قاعد نقول لك وين الكاتب وين هو وفي 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 وين الكاتب اللي عدل المسار مسار المسرح منو لأن الذوقية العامة للأسف أفسدت نعم ما نقدر نقول شيء الحين قاعد نقول حط المسرحين وذيك الساعة أنا أقول لك أنا أقول لك لما كنا احنا نقدم في الستينات والسبعينات والثمانينات نقدم العمل منهم الحضور الحضور اولهم من اعضاء مجلس الامه الساسه الوزراء وزراء صحيح وزراء اللي يحتفون في المسرح اثناء قدوم ضيف ضيف لنا صحيح. من كان رئيس دوله يجيبون المسرح يحضر المسرح صحيح لان يجدون ان هذا المسرح هو المعبر عن ذات المجتمع ومبخره كان صحيح فهم اللي يعدلون المسار اليوم اي عضو مجلس امه يحضر من اللي بادر قبل الحين تبي عضو مجلس امه هو اللي يروح الحين مسرحيه جاريه بعدين انتم تبادرون تحطون مسرحيه جاده ولا العكس انتم تسوون الحين مسرحيه جاده فعضو مجلس امه هو اللي يكون من اللي بادر قبل اقول لك شغله في الناس بتعذر اذا كان في جد بتعذر المسرح الجادي يجذب في دقه ساعه وهذا حدث امام يمكن تذكر بطلال في دقه ساعه انا امثل شخصيه عبد الله عبد الله هذا بس عبد الله الثاني عبد الله امثل تيار محمد المنصور يمثل التيار الاخر انت كنت اسلامي هو الليبرالي الليبرالي هو لا شو اسمه هذه في دقه الساعه حمر إيه. الله يرحمه ابو قتيبه دكتور احمد الربعي احمد الربعي دكتور احمد الربعي ويا جماعته حاضرين مجله المجتمع جمعيه الاصلاح مجله المجتمع نزلوا مربع نرجو من الاخوه اعضاء الجمعيه حضور هذا العمل العمل فيه الله يرحمه النمش صحيح فيه الله يرحمه ابو صالح خالد نفيسي فيه الاستاذ سعد الفري الله يطول بعمره فيه الله يرحمه مريم الغضبان فيه انا فيه اذا كانت التيارات الاسلاميه حتى مو رافضه هذا الموضوع ليش مو رافضه؟ لان المفرده اللي تقول ولا كانه الموضوع المطروح يعني يجذب كانهم قاعدين في شنو شو يسمونه سيمينار يعني بينهم بين بعض هذا اللي يتكلمون صحيح ايش قال على الربعي احمد الربعي احمد الربعي الله يرحمه ايش قال؟ قال حق عبد الامير قال له انت مخلي الاسلاميين اكثر قوه منا احنا بالمسرحيه قال لا هذا انا كنت متفائل فعلا مع الشخصيه بحيث اني ما ادخل سيجاره بالسياره وانا لحيتي السياره اخاف واحد منهم انا بقول شغله صغيره بعد عن المسرح حضر مسرحية حامي ديار الله يرحمه الشيخ سالم صباح السالم الله يرحمه رحمة الله عليه بعد المسرحية طبعا بالاستراحة وسلمنا عليه وقعدنا وياه قال لي مو أنا يعني يقول حق الكل قال أروع مسرحية شفتها في حياتي رحمة الله عليه في حياتي هذه المسرحية اللي قصدي أنا مسرحية كانت حامي ديار سمعت يمكن هو شاف عدة مسرحيات كان وزير الشؤون وكان لكن هذا كلامه رحمة الله عليه يقول أروع مسرحية شفتها في حياتي هالمسرحية والتفت على عبد الأمير طبعا هو عند الكتيب يقرأ المؤلف هذا التفت على عبد الأمير قال له خلك على هالخط هذا قدامنا كلنا كان جاسم قاعد وأستاذ سعد الفري وأستاذ خالد النفيسي رحمة الله عليه ومجموعة صوري يعني كان المسرح أول السياسي مثل ما تفضل أبو طلال ما كان يجذب الجماهير
حتى المسؤولين وكان معجبين ويتمنون استمرار المسرح لمثل هذا. فرصة نسألكم الاعتراف اللي تسرفتوا عنه من شوي, مسلسل الاعتراف. مسلسل ليش تم إيقافه؟ هذه قضية طويلة. قول جاسم ايش تقول. الاعتراف أول شيء أبطاله الله يرحمه خالد النفيسي, الله يرحمه أحمد الصالح, الله يرحمه علي المفيدي, الله يرحمه منصور المنصور, الله يرحمه المخرج عبد العزيز المنصور, وأنا وياهم ومجاميع كثيرة وكاتب عبد الأمير التركي العامري. طبعا عبد الأمير يتناول كل شرائح هذا المجتمع وكل التيارات الموجودة في أي صحيح. عمل من الأعمال صحيح. بنية شنو مقولته الأخيرة اللي هي الوحدة الوطنية, لكن هذا مو راضين الجماعة عن هذا العمل فوقفوا. أنا أتكلم عن تيارات الإسلام. تكلم عن تيارات الإسلام. أنا هذا الموضوع للأمانة قاعد يثير تساؤل داخلي. يعني حاليا التركيبة السياسية بالكويت غير أيام الثمانينات. نعم. وطبيعي الفنان كونه مواطن راح يعني يتجه لي أحد هذه يعني نقول التوجهات السياسية أو التيارات. تكلم عن. بالمقابل أدائكم على المسرح ذاك الوقت كان يمكن العطاء غير, والحين مع التوجهات السياسية اللي موجودة واهتمام الناس بالسياسة كبر مو نفس أيام يمكن قبل الغزو, فهل الفنان حاليا خلينا نقول عنده القدرة إنه يقدم شيء حتى لو كان ضد التوجه السياسي؟ يا ليته النص موجود, وإن شاء الله يرجع عبد الأمير التركي لأنه هو اللي عنده النص الآن, وكلنا أنا أول واحد أقول. وبعدين انا اقول لك بالنسبه لعطاءات الفنان, اسمح لي ابو محمد بالنسبه حق برد على الاخت نجلاء. نعم. بالنسبه لعطاءات الفنان حتى لو يكبر بالعمر, لا قصدها ضد توجهك. ضد توجهك انت السياسي كونك شيء ضد توجهك. اي لان في نقيض لازم. يعني انا ابو محمد المنصور احنا نقيضين, هو ضد توجهه يمكن انا ضد توجهي, لكن فين قد هل وصلنا زين بطلال. بنختم الحين بس وبطلال تكفون نطلبكم الحين على الهواء. تفضل. قلت لي مساعة في نصين عند أستاذ عبد الأمير التركي الله يشفيه. الله يرده بالسلامة. اشتغلوا عليهم. دبي نشوف مسرح حلو. شوف أنا مرة والله العظيم في دعم منكم من قناة المجلس ولا من المجلس؟ يلا إيه صح. يلا مسرح. يعني شنو الدعم اللي تبونه؟ من الاثنين إن شاء الله. من الاثنين إن شاء الله. أول شيء فك قيود الرقابة والاعتراف. أنه يعرض أول شيء يعني. يعرض لأن يعرض الاعتراف في مقولة إلى الآن مستمرة. والثاني يعطونا المجال في هذا. وشو لك 30 ثانية أنت من قناة مسلمة, تفضل وجه رسالتك لأعضاء مسلمة. لا أنا بقول شغلة, يعني مرة كنت في مسافر وتصادفت أنا ويا عبد الأمير تركي في الطيارة, أقسم بالله العظيم قلت له يا أبو تركي حرام توقف أنت ككاتب, يعني لأنه معروف هو ككاتب تلفزيوني او مسرحي, يعني تفضل ما يحتاج انا امدح 30 ثانيه. انا ما عندنا وقت 30 ثانيه. اتمنى الاهتمام من قبل اللجنه التعليميه واللجنه الاعلاميه ان تهتم بالمسرح المدرسي في المدارس, وتهتم بالمسرح الجاد والجاد ملتزم فيه النكته وفيه الضحكه وفيه الطرح الصحيح. ارجو الاهتمام بالفنان الكويتي, لأنه ما بقى ولا كم واحد اللي ممكن يحملون. يعطيكم الصحة والعافية إن شاء الله يا رب. طولت العمر إن شاء الله. أتمنى أن نشوف مسرحية من نفس المسرحيات الحلوة إن شاء الله. إن شاء الله. شرفتونا مشكورين ما قصرتوا. الشرف لنا, وأنا أول مرة ألتقي في قناة مجلس الأمة, وإن شاء الله مو آخر مرة. أكيد إن شاء الله. أكيد إن شاء الله مو آخر مرة. اليوم اليوم حلقتنا ما راح نختمها ختام عادي, بنحط رسالة الفنان إبراهيم الصلال في دقة الساعة. يا جماعة الخير, قبل شوي شفتوا الزين في مجلس الأمة وشفتوا الشين في مجلس الأمة أيضا, وأصحاب هالمسرحية اللي سووها وكتبوها يبون الزين يعم في المجلس والشين ينقطع, وترى ما يعم الزين ولا ينقطع هالشين إلا من خلالكم أنتوا كلكم يا جماعة الخير. تكفون تكفون, راقبوا المجلس راقبوه, وكافئوا المجتهد وكافئوا المخلص وساندوه,
وصححوا المتخاذل صاحب المصالح. وأنا أقول ملعون ثم ملعون اللي يريد هدم الحياة البرلمانية سواء في داخل المجلس أو من خارج المجلس، وأقول ملعون اللي ما عنده ولاء لها الأرض، ملعون اللي تاجر بأمنها واستقلالها، ملعون اللي يأكل من خيرها ولا على غيرها، ملعون اللي يستقل الديمقراطية بهالبلد لمصالحه الشخصية، ملعون اللي غذي الطائفية بهالبلد، ملعون اللي غذي القبلية بهالبلد، ملعون الدجال، ملعون المنافق، ملعون المرتزق، ملعون ثم ملعون، ملعون من يقبض على حساب هالبلد وسمعتها ومكانتها وحاضرها ومستقبلها، ملعون اللي يبيع إقامه، واللي يبيع إقامه يبيع وطنه ويبيع شرفه، ملعون اللي يخون ذرة من تراب هالأرض، ملعون اللي يزرع بذرة شر بتراب هالأرض، ملعون اللي يفرقكم ويشتتكم، ملعون ثم ملعون ثم ملعون ثم ملعون.